الله الله نحفو لحظة بس كل كده
كبرت بين جرابة ولا فرشيش ويني كان الناس وسقش تعب ويتيح ومعشيش وإلا في قلب نقطة الراحة والحنين تعيش Thank you.
Thank you.
راهو مش معقول، ولكن هم جايين نساء عندنا راهو نساء ناشطين في الحرمه المفتوحه في المجتمع المدني اللي الناس الكل تشكك فيه. المجتمع المدني والشباب والتوانسه المواطنين التوانسه اللي الناس كل شكت في قدراتهم اللي قالوا هذوما سعيد معاش باش تكون قائمه خاطر خرجوا لنا برشا ناس من الارشيف كل مره يطلعوا لنا واحد معناها الله اعلم منين يجيبوا فيهم. على كل احنا فرحانين اليوم ومتاثرين برشا بوجودكم انتوما وان شاء الله تكونوا حاضرين باش تاخذوا المشعل. حاضرين مش ماهيش قناعة ماهيش قناعة حاضرين حاضرين هذا يطمنا ويفرهدنا ويخلينا نفكروا انه المستقبل بتاع تونس مش يكون زاهر ومش يكون معناها يحقق الطموحات ويحقق الامال بتاع تونس الكل من خلال الشباب. الناس الكل كل الفلاسفه في العالم قالوا اون كروا اون جينيس، احنا نؤمنوا بالشباب ونؤمنوا بالشباب ونؤمنوا بالمواطنين الصادقين اللي هم يحبوا يخدموا بلادهم من غير حسابات ومن غير معناها خلفيات. على كل حال برشا حكايات هما واحد تو ينجم يفكرهم يقولهم، لكن اليوم ما عندناش وقت نحب نسمعوكم انتوما اكثر. وراو المجموعه هذيا وفما برشا ناس اخرين موجودين في برشا بلدان اخرى معناها هما توانسه مقيمين بالخارج يناضلوا من اجل الشفافيه وناضلوا من اجل الحوكمه المفتوحه وناضلوا من اجل الديمقراطيه في كلمه واحده. ولكن اليوم اهم سلاح ضد الرشوه وضد الفساد وضد المحسوبيه وضد هالتجاوزات اللي قاعدين نعيشوا فيها الكل هي الشفافيه والدوم. شكرا. المجتمع المدني قاعد يتكون توا في تونس بعد الثوره هو اللي مشى في تونس ولا زاد يبني. وربي يعيننا كل على مستوى تونس خير من اللي احنا نشوفوا فيها توا واحلى واحسن كما قالت ياسمين بك. قبل ما نعطيو هي ولاية عاد شفت التكست نتاع هي معناتها خلينا نسمي كل بركة خاطر مهم ياسر ياسر العباد ستير معناتها يشوفوا الترونسبرونس والغوفرنونس إن هي معناتها موضوع أكوتي من حاجة أخرى، وهو يهم كل شيء، سوجي ترونسفيرس. يقول ما نجمش نتخيل اللي باش نلقاو حل لمشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وإحنا مذكرين على البيانات نتاعنا في عصر أصبحت فيه المعلومة هي أهم الموارد الطبيعية، والبرامج الإعلامية البروجرام انفورماتيك اهم من المنتوجات الصناعيه. ولما هذيا فرصه باش نتحاور ونبداو نخمو احنا كتوانسه اولوياتنا وشنو البيانات اللي يلزمنا نبداو بحلها باش تساعدنا نلقاو حل المشاكل. من هنا جي ترانزيسيون احنا اليوم معناتها اغتنمنا فرصه اللي هي انخراط تونس لل وجيبي هي شراكة الحوكمة المفتوحة الحكومة المفتوحة. فما برنامج يعني حكومي باش يصيروا إصلاحات وإصلاحات متواصلة على كل عامين، والإصلاحات هذوما إن شاء الله يصيروا على أساس شنو هما أولويات وشنو هي النظرية نتاع المواطن. وعلى هذا نحن ماذا بينا نكونوا نساهموا بقوة باش صوت كل واحد يوصل باش يكونوا إلى فما إصلاحات يكونوا معناتها أكثر باش نقولوا يعطيك الصحة. دونك سي سو سليمة تفضل معانا سليمة عبو التوانسة وكنا مع بعضنا مجتمع مدني في ال ميرسي. بون أنا سي كابتن جو
تونس الجمعية خطط مع جان فاطمي بونس، قلنا ما نسكتش نعمل حزب جديد، أيا نقوي المجتمع المدني. وخممنا في توعية المواطن وفي الحوكمة الرشيدة. توعية المواطن ما تجيش مع الحوكمة الرشيدة، الحوكمة الرشيدة ما تجيش مع توعية المواطن. دونك عملنا خدمة كبيرة على توعية المواطن، مع شكون تعرف البيو سيتويان والهلوبة، كي تي بوتيت في بوتيت ماسكوت اللي تقول لك البيبي معناها تنطق تقول لك البيبي باش ما تتحسن، ومش تعرف تلبسها بيانتو. وعملنا توكا بروجرام زاد على الحوكمة الرشيدة، وعملنا ان سيت انترنت انا ويهوكم اسمه مرسوم 41 دقاو اللي خولنا باش نسألو الدولة سؤالات، والدولة هما تجاوبنا، وهذا الكل مفروض الناس الكل باش تراها على الانترنت. ما ضغطت عليك مش عم تتوانسة. احنا كيف رينا اللي فما ان بروجرام دو ريفورم شاغا في تونس، قلنا بروجرام دو ريفورم هذا مش الدولة لازم تعمل بنفسها. بروجرام دو ريفورم لازمنا احنا نعطيو رأينا باش الدولة تعمل اللي احنا نحبوا عليها. لا ديموكراسي بارتيسيباتيف، لا ديموكراسي ريبريزونتاتيف، نعطيو صوتنا لل بوغي غوفرنمون، فنعطيو صوتنا بوغ كو لي جون نو ريبريزونت، مي لازم هما كيف يتبعوا حاجات يعملوا حاجات اللي تفيدنا احنا. دونك اول حاجه لازم نعملوها نعطيو راينا. دونك لا ريفورم دو لادمينستراسيون يقول كل واحد منا عنده الحق فيها وعنده نظريه عليها. دونك جينا اليوم باش نطرحوا بليزيوغ سوجي، نجم تكون عندكم مقترحات اخرى، اما عليك نجمو او كور دو لا سيونس دوجوردي تعطيو الاقتراحات تاعكم، اون غادي نوتي. دونك باش نبدا ابوردي لا كيستيون دو لا بارتيسيباسيون سيتويان، كيفاش تراو هانتوما وكيفاش الدولة تنجم تعاوننا عليها، على خاطر لا بارتيسيباسيون سيتويان ماهيش وحي هابط علينا، لازم يدرس ولازم حدا في المكتب يعلمونا كومون بارتيسي، شنو هما المجالات دو لا بارتيسيباسيون سيتويان. دونك هذاك ماذا بينا تعطيو رأيكم فيه، كيفاش تراو، كيفاش ماذا بيكم تحسنوا. في بارتيسيباسيون سيتويان دونك فما لا سيتويانتي أكتيف سيغتو لي بوان دو فيو، فما زادا بارابور أو بودجي دو ليتات. وبارابور أو بودجي تاع البلدية تاعك، كل واحد عنده الحق باش يشارك، وكيفاش نجمو نحسنوه. دونك هذايا أون بافواغ أيمن وميشيل كي فون نو بريزونتي لا بارتيسيباسيون سيتويان. بعد باش نحكيو على ترانسبارونس. لا ترانسبارونس تعرف اللي عندنا فوسفات، عندنا مشاكل في الفوسفات، عندنا دي كونترا، عندنا ثروات في تونس وماذا بينا نعرفوا عليها أكثر. الغاز، لو بترول، ماذا بينا نعرفوا لي كونترا، دونك سي بديع باش يحكي لنا عليها زادا. سي سميح باش يحكي لنا على لاكسا لانفورماسيون، دوني بلوس ديتاي، اون فو لانفورماسيون دو اتر بوبليك، اللي لا بروبريتي دو سيتويان تونيزيان، يا لي اكسيبسيون. Mais on a l'accès à l'information. Ensuite, ok, l'accès à l'information, quand je me trouve dans le jour, il y a beaucoup de participation citoyenne. Ama, il y a des clés où je suis pour vous. Ou il y a des gens qui ont dit qu'il 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 y a des gens. Ça, c'est les données. بيرسونيل سي لي ليبرتي ولكن سي شوقي وسي قايس باش نحكيو عليها. اشرف دو اي واتش غادي نبارلي دو لوت انتي كوربسيون. واحد كيف ان لانسور دالارت يجي يقول يصب صبا كيفاش نجمو نحميوه، دونك يجي يحكي لنا على هذا وش وهذا الكل في اطار شنو تنجم الدولة تعمل وشنو تنجم الدولة تحسن في الاطار هذا. دونك احنا هو باش يقول مقترحات غيرمون كونكريت. إيناس باش تحكي لنا على الأوبن داتا، سهل باش تحكي لنا على الإي جوفرنس، معناتها لا بارتي تكنولوجي، كريم لا ريدوابيليتي دو لادمينستراسيون، لا ريدوابيليتي دو لادمينستراسيون هي المشاركة الاجتماعية، معناتها الدولة لازمها تعطينا دي زانفورماسيون وحنا نسألوها ونتبعوها. وسي وليد يبا نو بارلي سور لي ريفورم ادمينستراتيف كونكريت. أنا راح نسألكم سؤال. Est-ce que avant de parler, tu as sur un truc double gold, un terme de gouvernance publique? Je crois avant de parler.
دكتور شفيفة. شكون شارك؟ مرة شكون شارك مرتين؟ شكون ديما يشارك؟ شفتوا أربع من الناس قاعدين يدفعوا عليكم الكل ويقول لي فما مشكلة. فما مشكلة كبيرة برشا وحتى كان ما تدفعوش على نفسكم تقول لي أنا أربع من الناس شنو نضربوا معاش ندافعوا عليكم. سؤال آخر، شكون من تونس؟ شكون تسعة صراحة؟ شكون من جهات؟ اللي يكون لا كونسلتاسيون لو بلان داكسيون اللي مشاو الدوله
يكون هو يجاوب على التطلعات نتاعنا. دونك فما هما كاتر اكس دو ترافو اللي هي دونك لونسي دونك لا بارتيسيباسيون سيتويان المشاركه اللي انتو معلوم الكل هنا. فما دونك انا كيفاش باش نشاركوا خاطر كيفاش باش نوصل صوتي كيفاش باش تكون عمليه الاختيار كيفاش باش نخدموا. فما كما انا اكسبيكي سليم تو دونك جيستيون دي ريسورس دونك لي ريسورس فما دو تيب يا اما لي ريسورس ناتوريل مي فما زاد لي بيان بوبليك اللي هما كل ملي الممتلكات العامة خاطر فما مشكلة في الجهات الكل ديما عندنا مشكلة في الممتلكات العامة تقول هذوكم الفلوس نتاعنا أما ما عندكش أكسي خاطر فما أون أوتر بيرسون كي لي جير فما لا ريسبونسابيليتي سوسيال تقول أنت مسؤول هي اسمك مسؤول بمعنى اللي أنت تسائل بمعنى اللي أنا نجم نطلب منك نطلب منك ما تنجمش نعمل لك عادة وكان نعمل اعتصام شنو ما نجم نلقاو كآليات أخرى والحاجة الثالثة اللي هي لديكم في الكوربسيون اللي هي يمكن أكبر يمكن هي الهدف من اللي كان بتاع الثورة التونسية. دونك احنا بدينا مشينا للجهات وفي الجهات حاولنا نسمو العباد فما مجموعة من الاقتراحات اللي جات اللي أنا مانيش حابة توا نقولهم باش جو با انفلونسي اللي باش يخرج من السنة، مي افور مزيور كي نكملوا لا تيماتيك أنا باش نحاول كل مرة نذكركم بالجهات الآخرين اللي هما بنزارة زغوان، تونس العاصمة، تطاوين، مدنين، قسرين، قلوان، هذوما الجهات اللي احنا بدنا بيهم والآخرين أنا باش نكملوهم إن شاء الله من أبارتير من هاد البلاد باش نعرفوا ندوروا في الجهات، باش ندوروا على مرتين، المرة الأولانية باش نمشيو باش نسمعوا شنو حاجتهم، أون فوا كو لو بلان داكسيون باش يتحط. باش نسألهم عاجبكم ولا مش عاجبكم، بعد مش مرة وكهو، باش نحاولوا حتى بعد، ومن بعد توت لي بيرسون بريزون اللي هما لهنا وإلا لي بيرسون اللي هما في لي ريجيون، في الميزون بلاس نتاع لو بلان داكسيون، فو دوفي إتر بارتنير، اسمو شراكة الحكومة المفتوحة، راكم شركاء، معناتها لازمكم تخموا فيها، راهو مش اليوم عطيني رأيك ولا واحد، لا الحكومة باش تخدم فيه، سامحني بيسكم سا. Et insister devant le gouvernement de prendre en compte ces
désir-là d'amélioration de la vie publique et de participation active de tout le monde. Donc, ce que nous faisons côté Open Knowledge Foundation, donc, qui est une association basée en Angleterre, mais en fait qui a beaucoup essaimé dans plus de 40 pays aujourd'hui, c'est en fait défendre ce qu'on appelle la connaissance ouverte, quelle que soit sa forme, que ce soit la donnée publique, que ce soit la gouvernance, que ce soit la science, que ce soit l'éducation, toutes ces choses-là. Donc bon, moi j'ai un petit faible pour le monde arabe, en général, on va dire Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est une longue histoire personnelle, mais voilà, ce faible-là m'a poussé en fait à lancer une initiative qui s'appelle Open Men au sein de l'Open Knowledge Foundation, qui en fait vise à justement aider autant que possible les gens qui ont une volonté de faire des choses, les gens qui ont une volonté de s'organiser, de se coordonner et de trouver en fait un espace de discussion et d'échange, pas seulement dans leur pays, parce que ça ils le font déjà très bien, la preuve, mais aussi avec les gens des autres pays de la région. Parce que vous le savez tous, les aspirations de justice sociale et de liberté, hein, qui ont été vraiment présentées de façon très touchante tout à l'heure par Yasmine, toutes ces aspirations-là, elles sont communes à tout le monde. Et ce que le monde arabe, comme on dit, et la région a vu, les révolutions qui ont eu lieu, on ne peut pas laisser passer ces trucs-là. On ne peut pas les laisser passer comme si elles n'étaient rien passé. Le changement qui a eu lieu là, dans la tête de tout le monde, il doit continuer à vivre et à s'épanouir. Je te prends le micro parce que... Alors, juste parce que c'est une image qui... معنا سنزار من كتابة دولة للحوكمة والفونسيون بيبليك نسالش نخليك تقول لنا كلمة ومن بعد سي شهاب مدافي ماتي زاد معنا مش على الكل يفهموا اللي نحن كلنا نخدموا يد في اليد عفاف ماكش تفهم مني إجا معنا إجا معنا عفاف كل الأخوة والأخوات الحاضرين هذا أمر بطبيعته مهنية شديدة تعلمون أن كان في مهمة معايير حكومة في الجنوب إذن فتعاد عليها الحضور وأنا الآن بطبيعة الاتحاد التعويضي لي وأقرئكم سلامه هو سلام الاتحاد الجد الحكومي أعتقد أن هذه الجلسة سوفت وسمباتيك باشر وفي الحقيقة بعيدا عن الجانب الرسمي نحب نقول للأخوين كل احنا كنشوفوا مشتغل مع بعضنا بعد مشكلة مع الأفكار اللي قاعدين نخدم عليها بعضنا في ورشة واسعة مهمة جدا تدخل في دار التواصل والتقارب في وجهة نظر وفي تحقيق الأهداف المشتركة. احنا في مشروع مشترك ماهوش مشروع الجهاز الحكومي أو مشروع المجتمع المدني نحن معا إن شاء الله نخدم بعضنا وهذا مش كتاب كريم أنا صديق الدور اللي بعيدا عن هذا معناتها نجم من ناحية كاسكيرتي تاع الجهاز وأنتقل لنفس الدفعة الحقيقة هي مش دفتين ماهيش في دفتين هي دفعة واحدة إن شاء الله ما نطولش عليكم إن شاء الله الأشغال تاع هذا اليوم تنجح وبصرف النظر على اليوم هذايا حقيقة إن شاء الله المشروع اللي نحن نخدم فيه إن شاء الله يتحقق الأهداف تاعو وننجز كفاءات تونس في دولتنا وفي كل بعضنا حقيقة.
حاجة إيجابية وبارك الله فيكم. حبيت نقولكم اليوم في البلان داكسيون تاع ليجي تاع ليكول فما حاجه جديده بس نسيت ديما يعمل كونسلتاسيون ديما يعمل ومن بعد شنو الريزلتات نتاعها ما نعرفو فنعرفو فماش ريزلتات ديما نسمعو كذا اليوم معناتها فما بوسيبيليتي جديده ان نقيمو سولمون شنو اللي نحبو شنو اللي كتبت في البلان داكسيون ما يكونوا نقاوموا زاده باش نحسنوا. وفي الأخير حبيت نعطي الكلمة للأخت عفاف اللي هي باش تخدم معناتها في الـ Independent Reporting Mechanism، معناتها باش نقاوموا إن شاء الله الغدوة كلنا مع بعضنا باش نكونوا بركة احنا زادة. L'anglais c'est Independent Reporting Mechanisms. يعني هو شنو دي ميكانيزم تحطهم لوجي بي الشركة نتاع الحرمة المفتوحة اللي هي معناها سيستم هوك معناها نتاع الغوفرمون هما قالوا باش يقوموا يعني ينظموا الشركة هذي. دونك فوالا تونس ريسامون ولات مع الموديل كيف باش موديل لوغوب ولا في ريتاتي ولا حتى أونازي. دونك فوالا وليت تابعة لو جي بي وش تحط بلان داكسيون بيان سور وش تحط ديزاكسيون ولا دي بلان ولا فوالا ديزاكسيون دو ريفورم وتو لكن ليزاكسيون هذوما ليزموش يكونو جوست معناها سو بابي. دونك لازم لي ريفورم هذوما يتحطو. دونك فوالا إي آر إم هي فوالا الميكانيزم هذايا اللي نقايمو بيها يعني الحكومات والبلدان اللي انضمت لو جي بي واسكو هما يعني طبقوا اللي قالوا عليه والا لا. دونك انا عندكم دي بلان فرونسيه دونك انا غير نقيم دونك اصلا غير نقيم. تأخير الناس كوشيه بوشاب سيدي عكتور عن مدينة الإستشفاء الإلكترونيك وحدة الإدارة الإلكترونية اللي هي تابعة لمنتدى الدولة للحرب والوظيفة العمومية في رئاسة الحكومة والوزارة الأولى. لو جست تطلب باش نكمل في باش ما عرفتش في التعليق باش نكمل القانون الأوروبيين لو جي بي هي مبادرة الحظ منفتحة مش مفتوحة وتونس أدري سات إنيسياتيف أوفيسيالمون لو 14 جانفي 2014 دونك بوغ أدري فالوار راسبكتي سارتان كيتار. يلزم يكون عندي باغ اكزومبل لوا سور لاكسي لانفورماسيون في تونس عندنا لوا يلزم يفوك لي لا ترونسبارونس بيديتار انك تنشر مشروع قانون المالية انك تنشر مشروع خدمة مالية دونك هذي حاجة موجودة في تونس يلزم زادا تكون ديكلاراسيون دي انفورماسيون سور لي زيلو اي ليو فونكسيونار وهذايا لي اكتوالمون رياليزي الباتيسيباسيون سيتويان زادا عملنا خطوات فما برشا حاجات مزال باش تعمل. Donc pour le moment, puisqu'on a adhéré, nous allons mettre un plan d'action pour que nous avons un plan d'action pour que nous avons un plan d'action pour que nous avons un plan d'action. Nous allons mettre un plan d'action pour que nous avons 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 un plan d'action. لو جي بي باش نجم تونس تنخرج لو جي بي قال لكم شنو اللي صار. اما ما قالش اللي ما قالش هو المجتمع المدني الى كونتريبي سيتادير كو كيما عملنا مرسوم واحد ربعين دور لا بيرسون خذاو ان بوان عليهم كيف عملنا لا كونديسيون ميكس مينيستير دي فينانس اوكيل لا دي اسيستي تو لي دوفوار بوغ افوار انفورماسيون سور لي بيدجي خذاو بوان عليهم. كيف خرجنا عملنا لو بيبوك موفمون على الانترنت وقع موفمون سيتويان افيك لا بارتيسيباسيون سيتويان خداو بوان عليه. اي سا اي جوبلي اي دونك يا بوكو دو بوان اللي خداو غراس على سوسيتي سيفيل. تنام غراس على سوسيتي سيفيل. اي دونك لا سوسيتي سيفيل واش تعطي صوتها ننخرج لي بروغرام ومن بعد شاي سميت سي بور سا كو ان بيدجي لو جي بي وقالوا لنا ريفورم ادمنستراتيف قلنا لهم ريفورم ادمنستراتيف ما تنجمش تكون كان مع المواطن ما تنجمش تكون كان مع سوسيتي سيفيل ولازمنا ناخذ راي سوسيتي سيفيل باش نعملوا ان بروغرام بور لا تونسي افيك لي تونسيان فوالا بارك بليكم.
عملنا لكم عن سيت اب، حطينا كراسي، حطينا طاوله، دور تشربوا كتب وقهوه ونرجعوا بعد وبعد سكتير كمان في بروجرام يشوفوا هذاك معايا مع بعضهم. دونك كوز كافي. كوز كافي، كان فما واحد حب يستفسر على حاجه قبل ما ندخل لسيونس الاخرين، حتى راكم تقعدوا في الموجودين هنا الكل، تقولوا لي سوليسيتي، ما تخافوش، انا هنا في الكونت.